باسمي وباسم جميع الطلبه ديال المغرب كامل كنناشد الوزاره او الحكومه باش تعيد النظر في هذا القرار اللي هو قرار مجحف في الحق ديالنا، وحنا ما راضيش بهذا القرار حيت عمر النقطه او العامل ديال السن ما كان معيار باش ان الانسان يعطي في واحد المهنه او لا شي حاجه. كنظن باللي الانسان خاصو تشل الامتحان وغادي يشوف، يعني كيقول لك عند الامتحان يعز المرء او يهان، يعني خاص هذا القرار هذا ديال الانشقاء يحيد انسان يدوز الامتحان ديالو، واللي عنده شي حاجه راه حطها في الامتحان ديالو، واللي متمكن وعنده رصيد عامر يعني راه هو اللي يستحق يدوز من داك الامتحان. وكنتمنى ان هذا القرار ما يبقاش، ضرنا بزاف وضر والدينا وما عجبناش، لحقاش انا كنضرب 20 كيلومتر كل نهار باش نجي لافاك، كنسكن في مديونه في الاقليم ديال مديونه وخارجه من مديونه، يعني خاصني جوج ديال الركبات، وكنجي في الشتاء وفي البرد باش انني نوصل هنا، وفي الاخير يقول لك السن ويقول لك حقا خاصك تكون جايب مونسيون باش انك تقدر تدوز وتحصل على الوظيفه ديال التعليم. انا ضد هذا القرار، حنا ماشي ضد يعني القرار ديال كنا لقيناه صائب كيف ما قالت الزميله ديالي، ولو 1% ما نكونوش ضده، ولكن راه قرار ماشي صائب وغادي يضرنا وغيضر جميع الطلبه ديال المغرب. وكنتمنى ان الصوت ديالي يوصل والصوت ديال المغاربه كامل يوصل، كنتمنى تكون هاد الوقفه هادي تكون باش يتغير الاحسن ان شاء الله. الاسباب اللي كناشدوا بها حنا كطلبه هما انهم يلغيو هذا الاقتناء الاولي. علاش؟ لاننا حنا طلبه ما كنتحدوش بالنقطه، النقطه ليست معيار، كي اللي كتلقى جايب 15 هو اللي كتحاوري ما كتلقى عنده والو، وكي اللي كتلقى جايب 15 12 ولا 13 وكتلقى عامر. نديروها مقارنه كليه بن مسيك مع كليه عين شتوق، غنلقى واحد الفرق كبير، لان بن مسيك فيها اساتذه افاطيره كنقراو عند مفكرين، احسن لك الشرف انك تقرا عند مفكر محمد الشيخ، احسن لك الشرف تقرا عنده. وانا كنشكر الاساتذه اللي كونوني وخلوني انني نوصل للمرتبه، سواء الاساتذه اللي قريت عندهم في الثانوي ولا في الاعدادي ولا في الابتدائي وكذلك في الجامعه، كنشكرهم بزاف لانهم كيوقفوا معايا وقفه اللي ما عمر شي واحد يوقف معايا. كنتمنى لهم كل خير وانتهت القرار انهم لا الاقتناء الاولي ولا لتحديد السن. السن ما خصناش نحدوا المعيار ديال السن، كتلقى الانسان كيكبر عاد كيزيد في الخشوريه وقدم لك هذاك المنتوج، وهذا الشيء اللي كنطالبوا به. باسمي وباسم جميع الطلبه والطالبات وحاملي الاجازات الاساسيه كناشد الحكومه باش تعيد النظر في هذا القرار هذا اللي اعتبرناه حنا كطلبه وحاملي الاجازات الاساسيه قرار مجحف واقصائي في حقنا، وعلى اعتبار ان النقطة ما عمرها كانت ولا غادي تكون امتياز، وان عامل ديال السن اللي قروا وحدوه لينا في 30 سنة قرار غير صائب، لان 30 سنة انا كنشوف باقي شاب يلاه بادي الحياة قادر مازال يعطي في التعليم. كنقول اننا حنا اليوم ماشي ضد القرار اللي خداته الحكومة نهائيا، حيت كون شفنا ولو 1% بان هذا القرار هذا كيصب في المصلحه ديالنا الخاصه ولا العامه ما كناش غادي نوقفوا، لكن هذا القرار هذا كان اقصائي واضطهادي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.